بشكر ربنا وبشكر طبيب الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، هو جاري في البلد هناك، أنا معلش صعيدي يعني من يعني جنب البلد بتاعته على طول جنب الجنة في نجادة القوس. وطبعا أشكر قدرة بابا تدرس تاني الأوكا دي مهمة، وإن أنا لي الشرف إن أنا أبقى في بيت العائلة المصرية اللي أنا بسمع كثير عنه، ونيابة الأنباء الأرمية دايما يحكي لي، لكن أول مرة أشوف هذا اللقاء وهذا الحب، وأنا داخل كأني داخل في بيتي مع ناس حبايبي أعرفهم من زمان. كل الحاضرين، وطبعا المواقع عندنا 67 منشأة، يعني الموقع الواحد ممكن يبقى فيه 5 حاجات، في كنيستين، في دار للمسنين، في دار ملجأ الأيتام، في مكان للمغتربات أو المغتربين، في دار المناسبات. فإحنا عندنا في الأماكن اللي تم حصرها حقيقة جهد مشكور وعظيم جدا للقوات المسلحة، بادرت بهذا العمل مع وزارة الإسكان، هيئة بحوث البناء تحديدا، وكانت بتنزل لجنة مكونة من فرد من الإدارة الهندسية والقوات المسلحة، ومعاها مهندسين وأساتذة الجامعات من هيئة بحوث البناء وزارة الإسكان، ومعاهم مكتب استشاري تم اختياره وهو مكتب الدكتور محرم بقوم، هما الاثنين كانوا بيلعبوا مندوبين من طرفهم، بالاضافه لمهندسي المطرميات كانوا بيبقوا حاضرين، وبيتعمل تقرير فني كامل شامل تفصيلي يشمل كلمه تفصيلي معناها المساحه والارتفاعات وكل ما يختص بالمنشا. تفصيلة حوالي 12 كنيسة تم تدميرها وتدمير كامل محتاجين إعادة بناء، و20 كنيسة تم حدث حروق كاملة لها محتاجة ترميم كامل، و20 كنيسة تم تدميرها تدمير جزئي محتاج بس يعني المقدمة المؤخرة كده بس فيها تدمير يعني. وفي 7 مدارس، مدارس الجزويت ومدارس الفرنسيسكان، مدارس يعني بتعلم الكل والطلبة بتاعتها دي برضه عملية يعني متعبة على الطلبة، وفيها دور عبادة. ما هي؟ هي مدارس بتحقق دور عبادة زي ما حضراتكم بتشوفوا في رمسيس كوليدج وسنية البنات والفرنسيسكان، يعني بيبقى المدرسة ملحق بيها مكان ديني، يعني متضررة والطلبة متضررين والمكان للعبادة طبعا تم تدريبها.